السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة دي محاضرتنا الإلكترونية الأولى اللي هنتكلم فيها عن دور المدير في إنشاء خريطة الأدوار والمسؤوليات وكيفية توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأفراد المشروع باستخدام برنامج الإكسل. زي ما احنا عارفين إن أي مشروع بيتألف من مجموعة من الأفراد اللي بيعملوا مع بعض في إطار تنظيمي معين لإنجاز أهداف المشروع. عشان كده لازم يبقى فيه تحديد وتوزيع واضح للأدوار والمسؤوليات داخل المشروع. الأدوار طبعا بتختلف وبتتنوع على حسب الأشخاص اللي موجودين، لكن في مجموعة من الأدوار الرئيسية اللي بتشمل راعي المشروع، أصحاب المشروع ومدير المشروع وفريق العمل. من مسؤوليات على سبيل المثال راعي المشروع اللي هو اللي احنا بنسميه ده Project Sponsor، ملاحظة الأداء العام للمشروع وتوجيه النصح والمشورة للمدير، حل المشكلات المادية، تقديم الدعم المالي في حاجة الحاجة إليه. من مسؤوليات أصحاب المصالح اللي هم الـ Stakeholders، توجيه النصح والإرشاد بالنسبة لمدير المشروع، يعتبروا مصدر المدخلات بالنسبة للقرارات المختلفة، وبيساهموا بشكل فعلي في دعم المشروع من الناحية المعلوماتية. مدير المشروع طبعا بيبقى دوره هو وضع الخطط والأهداف العامة للمشروع وتكوين فريق العمل وتنسيق بين أفراد الفريق وتحفيز أفراد الفريق وحل المشكلات والنزاعات بين أفراد المشروع وقياس ومتابعة الأداء. إحنا ممكن طبعا في خلال لما بنقوم بالمشروع بتاعنا اللي بيحصل إن إحنا ممكن إن إحنا نعمل خريطة للأدوار والمسؤوليات بيبقى موجود فيها زي ما احنا شايفين ابتداء من رو 5 خانة رقم 5 السطر الخامس بنذكر فيها the employee name اسم الشخص المسؤول عندنا، تمام، the position the employee position مركزه داخل التنظيم، responsibilities بنحطها المسؤوليات اللي المفروض بيقوم بيها، faces needed بيحتاج ايه، skills and training ايه المهارات اللي موجودة عنده، الاثوريتيز اللي المفروض بيمارسها، والresponsibilities طبعا بتبقى مقيدة. ده بيتيح لنا ان احنا بنسهل عملية توزيع الادوار بحيث كل شخص داخل المشروع بيبقى عارف ايه السلطة. وفي نفس الإطار ممكن نستخدم في تحديد الأدوار خريطة RACI، و RACI هي الحروف الأولى من أربع مهام أساسية يمكن أن يطلع بها أفراد التنظيم، حيث تشير الـ R للمسؤولية عن العمل، فـ R بتشير لـ Responsible the one who is responsible for performing the work، الـ A بتشير إلى المسؤولية عن التوقيع والموافقة فهي اختزال لكلمة accountability. The accountable is the person or group who has the responsibility for approving or signing off the work. المسؤول الشخص المسؤول عن التوقيع عن ما يتم من أعمال والموافقة عليه. C هي appropriation هي عبارة عن اختزال لكلمة consult. Someone who has input into your work، الشخص اللي ليه دور استشاري في المشروع، والآي بتشير إلى ضرورة إبلاغ الشخص الذي يجب إبلاغه عن القيام بأي نشاط، وهي appropriation لكلمة اختزال لكلمة inform، someone who must be informed of a decision. عشان كده الخريطة دي إحنا ممكن نعملها في برنامج الإكسل، هي خريطة سهلة جدا بتبقى مكوناتها هي الـ RACI اللي احنا بنسميها Responsibility Accountability Consultant Informed Chart. دي بتبقى سهلة لأنها بتوضح لي كل شخص أو كل مهمة داخل التنظيم مين المسؤول عنها، مين اللي المفروض يوقع عن إنها تمت، ومين المفروض بيتم استشارته فيما يتعلق بجوانب هذه الوظيفة أو جوانب هذه المسؤولية، وآي بتشير إلى من سوف يتم إبلاغه بأي نشاط. زي ما احنا شايفين كده ده مثال موجود عندنا في الكتاب لخريطة RACI.
في رو 5 في ديسكريبشن اوف ذا تاسك، والخانه الاولى العمود الثاني يعني عندنا عمود بي تمام كولوم بي، في ريسبونسبل الشخص المسؤول، ثم اكاونتبل الشخص المسؤول عن التوقيع، كونسولت الشخص اللي هيتم استشارته او الهيئه اللي هتتم استشارتها فيما يتعلق باداء هذه المهمه، ثم اي بتشير لكلمه انفورم الشخص اللي هيتم ابلاغه بما تم من اعمال. يعني مثلا كاحد الامثله لو احنا بنبني مصنع جديد فور اكزامبل يعني على سبيل المثال ذا بلانت ويل بي سويتش جير، تركيب سويتش جير اللي هي لوحه المفاتيح الخاصه بالمصنع، مين الريسبونسبل فيها هنا؟ هو الفندر المورد. ذا اكاونتبل بارتي الشخص المسؤول قد يكون شخص انا مسميه مستر احمد ياسر هو الشخص المسؤول عن ذلك. will be consult the facility committee لجنة التسهيلات في المصنع هي اللي هيتم استشارتها فيما يتعلق بموضع لوحة التشغيل وكيفية أو اختيار نوع لوحة التشغيل. inform هو الشخص هنا البيلدينج انسبكتور الشخص أو مفتش المصنع الشخص اللي هيقوم بملاحظة مدى التقدم في استلام اللوحة وتركيبها وهكذا. فإحنا مثلا أحد المهام اللي زي ديت هي دي بلانت بي سويتش جير لينا، بقينا عارفين دلوقتي مين الشخص المسؤول عنها، مين الشخص اللي سيقوم بالتوقيع، مين الأفراد اللي هيتم استشارتهم فيما يتعلق بأدائها، ثم مين اللي هيتابع عملية الاستلام. كده أصبحت المسؤولية واضحة، يعني بالشكل ده أصبحت المسؤولية واضحة، كل وظيفة هنقوم بيها بالطريقة ديت. يعني مثلا في رو 7 the plant will be will have a fire protection system، لو عم نيجي نركب نظام حريق مثلا بالنسبة للمصنع، نظام حماية من الحريق بالنسبة للمصنع، مين هيبقى الشخص المسؤول، مين اللي هيقوم بالتوقيع، مين اللي هيتم إبلاغه وهكذا. فأصبحت جميع الوظائف اللي موجودة عندنا دلوقتي ليها أشخاص موكلين بيها، وفي أشخاص عارفين الأشخاص اللي هيقوموا بعملية التوقيع والمتابعة. فهنا في طبعا بعد الانتهاء من تحديد الأدوار والمسؤوليات بنقوم بوضع الخطط وأهداف المشروع أو وإعداد ما يسمى عندنا بخريطة الطريق أو خريطة نطاق أهداف المشروع. من المعروف طبعا إن واحدة من أهم مسؤوليات المدراء على اختلاف مستوياتهم هي تحديد إلى أين تتجه المنظمة وماذا تريد أن تحقق وكيف تصل إلى ما تريد. الإجابة طبعا على الأسئلة دي كلها هي جوهر عملية التخطيط ووضع الأهداف. لما نحب نعرف العملية التخطيطية نقدر نقول إن التخطيط هو رسم صورة مستقبلية لما ستكون عليه الأعمال ورسم السياسات والإجراءات والطرق المناسبة للوصول إلى الأهداف المرجوة بأقل جهد وتكلفة. أحيانا كمان بنقول إن التخطيط هو الموائمة بين ما هو مطلوب وما هو متاح عمليا لتحقيق أهداف معينة، والتخطيط هو التنبؤ بالمستقبل مع الاستعداد التام للتعامل مع تلك التنبؤات، وكذلك التخطيط هو طريقة لإرشاد المديرين بحيث تؤثر قراراتهم وأفعالهم بأسلوب عقلاني ومنظم على مستقبل المنظمة. طبعا التخطيط له مجموعة من الخصائص المتفق عليها، فالتخطيط دايما مرتبط بالمستقبل، هو وسيلة للإرشاد، هو دايما مرتبط بتحقيق أهداف مرغوبة، هو اختيار بديل بين عدة بدائل معروضة، وهو عمل منسق، والتخطيط يبنى على دراسة للواقع العملي. التخطيط طبعا بيحقق مزايا كبيرة للمنظمة، لأن التخطيط بيساعد على بلورة أهداف المنظمة والتعرف على التهديدات والفرص المتاحة أمام المنظمة، وبيخفض الوقت اللازم للإنجاز، وبيساعد على تركيز الجهود وعدم ازدواجية الأنشطة، وبيساعد على تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية، لأن بلا خطط ولا بلا وبدون خطط وبدون أهداف لا توجد وسيلة للرقابة. طبعا من أهم مراحل عملية التخطيط المرحلة الأولى هي تحديد الأهداف. الأهداف لما نيجي نعرف الهدف، الهدف هو يعني زي ما بنقول هو future outcome أو desired outcome، هو مخرج مطلوب، يعني شيء يراد تحقيقه مستقبليا. فوضوح الهدف ضروري جدا
لتحقيقه. يعني لو كان الهدف عندنا واضح بيبقى سهل التحقيق. لذا يجب عند تحقيق أو اختيار الأهداف أن يكون فيها مجموعة من الشروط، لأن ما نقدرش، لأن طبعا خصائص عملية التخطيط الجيد بتقوم على وضوح الأهداف التي تنطوي عليها عملية التخطيط وواقعيتها ومرونة هذه الأهداف ومراعاة الهدف للإمكانيات المادية والبشرية المنظمة ومدى اتساق الأهداف مع بعضها البعض. طبعا في مجموعة خصائص للأهداف الجيدة، فالأهداف الجيدة تغطي المجالات الرئيسية للعمل، لا يمكن تحديد أهداف لجميع جوانب سلوك العاملين وأقسام المنظمة بكل تفاصيلها، لأن ذلك يجعل عملية الإدارة معقدة جدا. لذا يتم التركيز من قبل الإدارة على الجوانب الأساسية للعمل. كذلك يجب أن يكون الهدف فيه خاصية التحدي، challenging but realistic، لابد أن يكون متحديا ولكن في نفس الوقت يجب أن يكون واقعي. الهدف لابد أن يكون محدد بفترة زمنية معينة، لي تايم فريم، لأن الأهداف التي لا توجد لها فترات زمنية بيبقى صعب الرقابة عليها وصعب محاسبة الآخرين عند عدم إنجازها. كذلك الأهداف يجب أن تكون مرتبطة بالمكافآت، يعني بمعنى أن يرتبط الإنجاز بمكافآت مجزية للعاملين تتناسب مع مستوى الإنجاز والجهود المبذولة والإضافة النوعية المتحققة. احنا في الاطار ده ممكن نعمل ببرنامج الاكسل اللي ممكن يساعدنا في ان احنا نعمل خريطه نطاق اهداف المشروع، وهي خريطه بيبقى فيها البروجكت نمبر، رقم المشروع، التايتل، ديوريشن، الجول، بيبقى فيها اهم حاجه عندنا ذا بروجكت ديسكريبشن، ذا بروجكت جولز، اهداف المشروع، ذا بروجكت جاستيفيكيشن، احنا ليه بنحقق او ليه بنسعى لتحقيق هذه الاهداف، البروجكت ريكويرمنت، المتطلبات، and the project constraints، بيبقى فيها القيود اللي بتتم على وضع هذه الأهداف. فبرنامج الإكسل ممكن يساعد، ومن خريطة الأهداف نقدر نطلع بخريطة الطريق للمشروع. خريطة الطريق للمشروع هي، أو احنا بنسميها the project charter، هي خريطة فيها تفاصيل بالنسبة للمشروع بيحتاجها لتحقيق أهدافه المستقبلية. تشمل أهداف المشروع كما سبق ذكره، يجب أن تكون الأهداف محددة واضحة. تشمل الحاجة إلى المشروع justification، في تبرير لأسباب قبول المشروع والعائد اللي سيعود على المنظمة من وراء تطبيقه. فيها وصف للمشروع، حيث يتم وصف العمل أو السلع أو الخدمات المراد الحصول عليها والتي تعتبر الغايات النهائية للمشروع. فيها متطلبات المشروع requirements، تتضمن العناصر الأساسية التي سيعتمد عليها المشروع كمدخلات له، وكذلك المواقع والبنية الأساسية المطلوبة والمعدات. فيها الميزانية، حيث يجب إعطاء وصف دقيق للمتطلبات المالية للمشروع وتقدير الزيادة المحتملة في الميزانية المطلوبة وكيفية الحصول عليها حتى لا يتوقف المشروع مستقبلا بسبب نقص الموارد المالية. فيها جداول الإنجاز، دي سكادجولز، حيث يتضمن جداول الإنجاز، الوقت المتوقع لإتمام المشروع مع توضيح الوقت اللازم للانتهاء من كل مرحلة فرعية. كذلك بيبقى يجب أن يسمى فيها مدير المشروع، حيث يتم إدراج اسم المدير في خريطة الطريق. من المفيد إدراج سلطات مدير المشروع حتى لا تكون محل نزاع أو محل اختلاف بين أعضاء الفريق.